بالنسبه للاعتراف بقى اللي نصت عليه الماده 107 من قانون العقوبات، قالت يجب ان يكون صريح وواضح وشامل جميع التصرفات اللي قام بيها الراشي والوسيط، تكون عباراته واضحه وعباراته كامله وغير ناقصه، ويكون اللي اعترفه قدام المحكمه، يعني ما يكونش قدام النيابه ولا يكون قدام مباحث الاموال العامه، يبقى قدام المحكمه فقط يعترف ويقول ايوه انا دفعت الرشوه للموظف ده. هنا قالوا دي من شروط انه استحقاق الاعفاء بنص الماده 107. واحنا انا لي راي في هذا الامر، وهذا الراي انا اثبته في بحث لي قبل كده بخصوص هذا الامر، وهو ولماذا لا ينعقد الاعفاء امام النيابه العامه؟ ما النيابه العامه لها حق تقدير الاعتراف ولها الحق في اصدار امر اذا استوثقت من هذا الاعتراف ان هي تقضي وتصدر الامر بان لا وجه لاقامه الدعوه الجنائيه بخصوص الرشي. ليه ان احنا نفضل مخليين الراجل اللي هو اعترف لغايه ما يروح للمحكمه والمحكمه تديله براءه لو هي تيقنت او استوثقت من صحه الاعتراف؟ طب ما نخليه قدام النيابه العامه اذا تيقنت من صحه هذا الاعتراف ان هي تقضي وتصدر امرها بألا وجه لاقامه الدعوه الجنائيه بخصوص الراشي او الوسيط لاعترافهم على الموظف.